السلام عليكم. دلوقتي انا بجرب بالذكاء الاصطناعي الشات، في اسئله كانت بتجي لي على اليوتيوب فبحطها وبشوف الاجابه بتاعتها، تمام؟ ففي بقى حاجات اللي جابتها صح، وفي حاجات بضطر ان انا اعيد صياغتها عشان هو يفهمها. فهنا يعني اغبى سؤال اللي خلاني عملت الفيديو، طريقه عمل بانل سكادول. هو تقريبا طريقه عمل البانل سكادول، راح قال لك حط خميره وحط سكر وحط ميه واحط الاثنين مع بعض، عمل لي طبق اليوم. بدل ما كنا بنتكلم على الفار الارم والبانل سكادول والريبت والحاجات ديت، الذكاء الاصطناعي فهم السؤال. وده لا يمنع ان هو اغلب الاسئله اللي بتتهاله يجاوب بشكل رائع يعني، تمام؟ لكن فلتت منه.